السلام عليكم البنات، منكم تكونوا بخير وعلى خير. على ام صفاء اليوم نشارك معكم هذه المجوهرات للرائعين البنات، غزالين تبارك الله ما شاء الله. غناخذ المضمه هذا اللون ولا واحد اللون اخرى وغيطلع لكم، والنيت غادي ناخذ فيهم واحد بيلجات. واش غنقول لكم، الانسانه اللي تتبع هادشي قالت لي غارانتي زوينين. النمره ديالتها هي تظهر لكم على الشاشه، ونتمنى البنات تعيطوا هاتوا هذا اللون، هذا اللي عجبكم الاول ولا هذا اللي قولوا لي البنات اين اللون غناخذ زوينين. وبغيت نبارطاجيهم معاكم، اي بنت تعجبها اي اخت تعجبها الشكل ديال المدام ديال الدبيلجات ديال الخويتمات ديال الحلقات ديال اي حاجه سناسل، اي حاجه عجباتكم راه اتصلوا بها، وفين ما كنتو غتصيفط لكم الامانه ديالكم. المهم هاد عجبتني انا هاد المضمه، شوفوا هاد الصنبل حتى هو كيدير تبارك الله، من الطوينكات من البراسلي من الخاتم من السنسله من الكورميط ما شاء الله. وما عليكم غير اتصلوا بها، راه النمره تتبان لكم في الشاشه. البراسلي حتى هما غزالين وزوينين فنين. ها انتم البنات ربرع اللي تشهى شي حاجه يشريهم ويديرهم زوينين. وقالت لك حتى الثمن مناسب، انا ما غنعطيكمش الثمن وما عارفاش الثمن، كل حاجه وثمنها ما غنقدرش نقول لكم. عالم ام صفاء تقول لكم اتصلوا بالسيده، البلاصه اللي كنتو فيها راه غتصيفط لك الكوموند ديالكم حتى لداركم، واتصلوا بالسيده وهي تقول لكم. المهم انا بغيت نشارككم معاكم وكاع الاخوات ديالي اللي عندي في القناه، العائله الاخوات اللي تشجعوني الله يجازيهم بخير اللي يخطيكم. المهم اتصلوا بالسيده وقالوا لي انا تعاليق وقولوا لي كيفاش جاكم هذا الشيء زوين تبارك الله ما شاء الله. السنيسلات غزالين تبارك الله، البلايكه واعره باللوينات، شوفوا شحال تتحمق. نمرتها ها هي تتبان لكم في الشاشه، شفتوها هذه هي الرقم ديالها. السيده راه كاينه في المغرب في اكادير، نتوما اتصلوا بها والحاجه اللي عجباتكم قولوها ليها، وراه دخلوا عندها الواتساب وراه هي غادي تبدا تصيفط لكم. وبنادم يتعاون مع الواحد، وهذا الشيء راه زوين. المناسبات المراه راه تبارك الله الجمال ديال المراه راه هو دير شي حاجه في يدها، دير شي حاجه في عنقها في وديناتها، كيعطيك جمال في الجمال وزوين. هذا الشيء غزال ما شاء الله. وقلت علاش، قلت ليها علاش صيفطت ليا وجمعتهم ودرت لهم فيديو وشاركتهم معاكم وقولوا لي كيفاش جاوكم. وبالنسبه للمضمات قولوا لي اين لون ناخذ. المتبعين ديالي خوتي وخواتاتي وبالاكثريه النساء قولوا لي اش من لون ناخذ، واش الابيض ولا اللي كل فيها الكحل. عجبوني المضام فني، انا غادي نصيفط ليها العبار ديالي بالمترو، والدبيل جات هما يا غادي نصيفط ليها العبار ديالهم باش تصيفطهم ليا ان شاء الله. يجي المغرب واللي جاي عندي لهنا الايطالي يجيهم ليا. زوين هاد الشيء البنات، والله الا عجبني ما شاء الله، داك الشيء غزال تبارك الله. ايوا البنات انتم ما عليكم غير غير تصلوا بها، ورا اللي بغى عجباتو شي حاجه وبغاها راه قالت لك توصلوا حتى للدار، تجيكم هذاك حتى في برا راه تجيكم فين ما كنتو. اللي عندكم عائلاتكم في المغرب راه يجيبهم لكم يصيفطوهم لكم. تصيفط لكم حتى هنايا، تصيفطوا غير الادريس والنمره وتوصلكم الامانه ديالكم حتى لعندكم. شات السنيسله هي كفنه بالبلايكه ديالتها. ايوا قولوا لي البنات الله ينعلبو شي ذهب، الله ينعلبو شي ذهب البنات، غزال هادشي تبارك الله والله وزوين. كل واحد تيمشي على كل واحد تيمشي على القدر ديالو، كل واحد ياخذ الحاجه اللي تناسبو. شوفوا البنات هادي تاهي عجبتني، ها طوينكات ديال الفرج كيف على شرطوم على تشكيل الخاتم الكورميط السنسله، داكشي غزال يا البنات. وقلت انا علاش ما نشاركوش مع المتبعين ديالي واعطيني الراي ديالكم، قولوا لي هادشي كيفاش جاكم. والله الا زوين مع الرومي مع البلدي مع العصري مع كل هاد لاصون بلاد زوينين، لبسوهم البنات والعيالات زوينين غزالين فنين. ما عليكم غير تخلوا لي في التعاليق وقولوا لي كيف جاكم هادشي زوين، انا بعدا كينعجبني غزال. وحنا النساء كنا تنعشقوا هاد المجوهرات، كلنا النساء تبارك الله والبنات. وهذه التسنيسلات ديال البنات هما فنين، الكورميطات تيمشيو مع الرومي يمشيو مع البلدي يمشيو مع كلشي زوينين انيقين تبارك الله. ها هي في الكحال في الصفر
فنين فيهم البيض والكحل، زوينين بزاف والله الا غزالات شي البنات. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. وي بنادم كل واحد يمشي على الشهوه ديالته. زوينين بزاف، زوينين عجبوني انا بعدا بقيت عليكم زوينين والله الا عجبوني. حمقوني ماشي كنقول لكم الحقيقه، شي زوين. شاد البراسليات البنات همويين تبارك الله، همويين. هادو يمشيو مع العصري ومع البلدي، بنات وعيالات فنين. واكثريه البنات هادو عجبوني همويين ما شاء الله. شوفوا كي دايرين، شوفوا كي دايرين غزالين. وما عليكم غير تلبسوهم، مشينا مناسبه بغيت تخرجوا بغيت تسهروا شي بلاصه، المهم تجيو ديروا في القطايين ديالكم وتخزنوهم ويبقاو عندكم دائما. شي زوين هادشي بزاف تبارك الله، هذا الشي غزال الا عجبوني. البيض مع الصفر جا فن 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 غزال يا البنات. وبالصحه والراحه اللي شرات، بالصحه والراحه واللي تنزه عويناتو حتى هي بالصحه والراحه. بنادم راه تيدخل المحل وتيشوف ويتمنظر وكل واحد تيمشي. شوفوا هادو حتى هما البنات فنين، حتى هما غزالين. وهالنمره تظهر لكم في الشاشه، هذه هي النمره ديال السيده، ما عليكم غير تصلوا بها. قلت لكم همويين زوينين بزاف غزالين كيحمقوا. شتو كي دايرين؟ قلت لكم بلدي، البلدي مع الرومي تيجيو زوينين البنات والعيالات فنين فنين. داكشي خفيف وظريف ماشي ثقيل. هاد السنسله حتى هما فنين، بلاكه واعره البنات فنه. السنسله ديال القنبه واعره مدفوره فنه ملويه. المهم راه كلشي البنات والعيالات يعرفوا في الموديلات فنين. حتى هي زوينه بزاف كاع. يا ما حطيتش انا السريت اللي باغا ناخذها، انا نسيت ما مونطيتهاش، ما حطيتهاش في القطعه. حتى هي زوينه فيها سبعه، اه واخا فيها سبعه، فيها سبعه زوينه. صحاب راسي دخلتها ما دخلتهاش حيت داكشي كثير تبارك الله. المهم الا عجبكم هادشي وبغاو البنات، واللي كاينه في المغرب وعجبها، واللي كاينه في برا وعجبها هادشي، المهم راه فين ما كنتو توصلكم الكوموند ديالكم. ما عليكم غير تقولوا لي ونبقى نجيب لكم فيديوهات بحال هكا. عالم ام صفاء انتم تبارك الله، هادشي غزال غزال والله الا حمقني انا كعجبني. شوفوا هادي هي كي دايره، هادي هي غزاله، هادي هي واعره، هادي هادي هي فنه. هادي زكي عفا بنتي، هادي هي غزاله يا البنات بالحجيرات باللوان. اش نقول لكم تكتكه وانيقه انيقه انيقه تجي مع او هادي واعره فن فن فن. انا راه هادشي كله حمق، انا ما كرهتوش يكون كامل عندي. فين ما نلبس شي قفايطه نديرها، فين ما نلبس شي قنايضره نلبسها معاه، فين ما نلبس شي بيجامه كل حاجه تمشي معاه. ايوا البنات هنا سال الفيديو، تنقول لكم بالسلامه عليكم، نتمنى من الله يعجبكم.